5 روجن تيست، فحص التآكل. الهدف من الفحص معرفة التآكل بالكاشي بمرور الوقت. تيست ميثود، طريقة الفحص. دراي سامبل، راح أخذ نماذج جافة بالأبعاد 7×7 سنتيمتر، والأريا مزيد عن 50 سنتيمتر مربع، وأحسب الوزن اللي هو W T1، وأحسب الأريا اللي هي A1، وأضعها في الجهاز فحص الروجين اللي هو جهاز التالي. يوضع النموذج بهذا المكان، ويبدي هنا الجهاز راح يدور بمعدل 220 يعني دورة، وبمعدل 30 دورة بالدقيقة. واستخدم ألمنيوم أوكسايد، أكسيد الألمنيوم اللي هو يكون بينك باودر، باودر لونه وردي، حتى يساعد لي على عملية التآكل. وبالنتيجة راح استخرج الثيك ريدكشن، ويساوي قانون التالي 10 دبليو تي 1 ناقص دبليو تي 2 في الفوليوم على دبليو تي 1 في الاريا 1، حيث دبليو تي 1 راح يكون عندي هو وزن نموذج قبل الفحص، ودبليو تي 2 وزن النموذج بعد الفحص، والفوليوم هو سامبل فوليوم حجم النموذج، و A1 اللي هي area of the tile face that exposes to erosion test، وحسب المواصفات القياسية العراقية رقم 1042 اللي تحدد ال thick reduction المفروض معدل للنماذج ما يزيد على 2 ملم، ولنتيجة واحدة ولنموذج واحد أي ما يزيد على 2.5 ملم. Example sample of mosaic tiles، أبعاده اللي هو 30×30×3 سنتيمتر. This dry weight 6.5 كيلوغرام. Tested for surface absorption، فحص بالامتصاص السطحي. و and its weight وزن الرطب after completing test was 6.77 كيلوغرام. This sample was completely submerged in the water، أغمر كليا بالماء لغرض فحص ال total absorption لمدة يوم واحد. And its saturated weight was 7 كيلوغرام. The modulus of rupture was carried out، تم فحص المودولس اوف رابتشر، وكان لود الفشل اللي هو 2.16 كيلو نيوتن. احسب السيرفيس ابزوربشن والتوتال ابزوربشن والمودولس اوف رابتشر. if you know that load span in flexural was الأغلى اللي هي 25 سنتيمتر، and then compare the result، وقارن النتائج مع متطلبات المواصفات القياسية العراقية اللي هي 1042 لسنة 1984. تطبيق مباشر surface absorption هو ال W wet ناقص W dry على ال A surface، وعندي هنا أنا أعوض بقيمهم، والأريا راح تساوي لي عندي 30×30، والنتيجة راح تكون عندي 0.3 غرام على سنتيمتر مربع، إذا هي أقل من 0.4 غرام على سنتيمتر مربع، إذا أوكي النتيجة مطابقة لحدود المواصفة. بالنسبة للتوتال absorption راح يكون عندي W saturated ناقص W dry على W dry في 100، وأيضا أعوض بالقيم وأحصل على total absorption راح يساوي لي 7.6%، واللي هي أقل من 8% وأقل من حدود المواصفة، إذا أوكي. 3 modulus of rupture قانونة 3 PL على 2 BD تربيع، أيضا أعوض فقط بالقيم وأنسق الوحدات، راح تكون عندي 3 البي مطينا إياها بالسؤال، أحولها إلى نيوتن، وأيضا الأل مطينا إياه هنا، أنا أحول القوة إلى نيوتن ووحدات الطول إلى المليمتر، وأيضا 2 عندي البي وعندي الدي تربيع، والنتيجة راح تساوي لي 3 نيوتن على مليمتر مربع، والحدود هي
مينيمم 3 نيوتن على مليمتر مربع، إذن أوكي. Other types of tiles، أنواع أخرى من الكاشي. واحد glazed mosaic، الموزايك المزجج، أبعاده تكون صغيرة، إما يكون مربع أو مضلع، وإلى تركيب زجاجي بألوان مختلفة. أيضا إكساء بالكاشي الموزايكي راح يكون عندي يمتاز بجيد المظهر ومقاوم للحريق ويقاوم الحوامض والأملاح، ويكون خفيف الوزن ويحتاج إلى مونة قليلة للتثبيت، وهو قليل الوزن مقارنة مع أنواع الكاشي الأخرى، ويستخدم بالصحيات وبالمناطق اللي تتعرض للرطوبة العالية لأن هو ما يتأثر بالرطوبة. اثنين سيراميك تايلز، السيراميك تاز كلي ستراكتشر بأبعاد تكون عندي مربعة أو مستطيلة، وأيضا يكون أما سمول صغير أو بيج عندي، وبمظهر أما يكون منقوش أو سادة، وأيضا يصنع بألوان مختلفة، يستخدم بالصحيات والأرضيات اللي تحتاج إلى تنظيف بصورة مستمرة، وأيضا يمتاز بأنه ما يتأثر بالدهون وخفيف الوزن ويقاوم الحوامض والأملاح. جليسي تايلز الكاشي الفرفوري، السكلي تايلز، وأيضا يكون مطلي بمادة الميناء الزجاجية، وأما يكون مربع أبعاده راح تكون من 10 إلى 30 سنتيمتر، أو يكون بعض الأحيان مستطيل أو يكون مضلع، ويستخدم بالصحيات وجدران المطابخ، ويتميز بالمظهر الجيد وأيضا مقاومة عالية للحوامض والأملاح وسهل التنظيف. كونكريت تايلز، البلاطات الكونكريتية أو الخرسانية اللي هي الشتايجرز، تصنع من الكونكريت بنسب الخلطة التالية: 1 اسمنت، 1.5 سم، 3 جرافل. وأيضا الحصو اللي استخدمه الجرافل راح يكون الماكسيمم سايز إلى 10 مليمتر. أستخدم ووتر بروف، مواد مانعة لنفوذ الماء مثل السيكة، وأستخدم الفايبريتر اللي هو الهزاز في صناعته حتى أزيد من كثافته وأزيد من مقاومته، وأيضا أستخدم الأصباغ أو الألوان يكون بألوان مختلفة، وأيضا هنا أنا أستخدم له الكيورينج، فالنماذج كيورد with water continuously، تكون مستمرة الإنضاج بالماء فترة 28 يوم حتى تحصل على المقاومة المطلوبة، وأيضا يكون الأبعاد المطلوبة بالنسبة للبلاطات تسطيح السقوف اللي هي تكون كالتالي: 80 × 80 × 4 سنتيمتر، وبينما البلاطات اللي تستخدم لتطبيق الأرضيات هي تكون من 40 إلى 80 سنتيمتر.